السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الفيديو ده إن شاء الله الفيديو رقم 3 في السلسلة. هو يعتبر الموضوع مش ريليتد قوي للماشين ليرنينج، بس كنت أنا في الاستادي جروب بتاع الماشين ليرنينج. كان دايما الناس بتسألني عن الجيت هاب، بما إن وأنت بتشتغل على يوديستي ماشين ليرنينج نانو ديجري بتحتاج يعني تحتك بيه. طبعا الناس اللي شغالة ديفيلوبرز أو ليها في موضوع الكودينج من زمان يعني هيبقى عندهم فكرة كويسة عن الجيت هاب وفاهمين بيعمل إيه ويتعاملوا معاه إزاي، فمش محتاج ان هو يقعد يشوف الفيديو ده، ممكن يفوته. انا بعمل الفيديو ده اساسا للناس اللي هي يعتبر لسه اول مره تعمل مع الجيت هاب، وما لهاش برضو يعني مش عايز تقعد تشتغل عليه بالكوماند لاين. انه طبعا لو عملت سيرش على الجيت هاب ايه هو وازاي تستخدمه هتلاقي فيديوهات كتير جدا بالعربي وبالانجليزي، وفي حتى كورس على ديستي، في كورس على داتا كامب، على داتا كامب اسمه جيت هاب فور داتا ساينس. كل ده الحاجات دي بتعلمك ازاي تستخدم الجيت هاب، بس كل ده بيعتمد على الكوماند لاين، وده اساسا هو طريقه تعامل الديفلوبرز معاه. لكن احنا هنا عشان في الماشين ليرنينج نانو ديجري مش بنحتاج الكوماند لاين ده قوي. هنفهم دلوقتي ليه. اول حاجه ايه هو الجيت هاب؟ الجيت هاب هو عباره عن موقع بيسموه فيرجن كنترول سيستم. يعني ايه فيرجن كنترول سيستم؟ طب فيرجن كنترول سيستم ببساطه هو الديفلوبر لما بيجي يعمل اي برنامج الاول، فهو مثلا عايز يصمم اله حاسبه، فبيصمم اله حاسبه فيها امكانيات معينه مثلا، فالامكانيات المعينه دي مثلا بتجمع وتطرح وتضرب وتقسم مثلا. جه بعد كده هو عايز يضيف اي امكانيات، فمثلا يجي يضيف الامكانيات دي فيحصل مشكله، فيبقى هو عايز يعمل ايه؟ عايز يسترجع الفيرجن القديمه للكود بتاعه يعني، او مثلا يمكن يجي يضيف تطوير فيحصل بج، يعني حاجات كتير يعني. بس هو يعني الفايده الرئيسيه منه ان هو يعمل ايه؟ يعمل حفظ للاكواد اللي انت بتكتبها، والاكواد دي بالاضافه طبعا الاكواد دي ممكن اي حد يقدر يطلع عليها، او انت ممكن تعمل ان ناس معينه تطلع عليها. لو الجيت هاب ده بتاع شركه مثلا، فالشركه بتعمل ان ناس معينه هم اللي يطلعوا عليها مش كل الناس، او انت مثلا انت بتظبط اللايسنس. هنتكلم دلوقتي عن الموضوع ده. الموضوع بعد كده جيت هاب يعني في الفتره الاخيره يعني تحول الى حاجه افضل، فبدا يبقى مهم جدا في الناس. لما يجي انت تيجي تقدم لشغل مثلا ويجي حد عايز يشوف ايه اللي انت عملته قبل كده، ايه الاكسبيرينس اللي انت اكتسبتها، ايه البروجكتس اللي انت عملتها، عشان تعرض عليه الكلام ده. اكيد ده مش هتكتبه في ورق مثلا وتكتب الكود في ورق وتعرضه على الراجل اللي بيعمل يعني اللي انت بتعرضها يعني مقدم عنده على الوظيفه. فبتعمل ايه؟ بتديله اللينك بتاع الجيت هاب بتاعك، بيخش عليه يبدا ايه يعني يشوف البروجكتس بتاعتك شغاله ازاي وانت عملت ايه وشكل الكود بتاعك ايه، تمام، عشان يشوف هل انت مناسب للوظيفه دي ولا لا. تمام، فبقت اسمه دلوقتي بقى نوع السايت بقى اسمه ايه؟ ريبوزيتوري هوستنج سيرفيس. يعني انت يعني هو عباره عن حافظه للمستودعات. تمام، فانا يعني زي ما قلت انا هشرح دلوقتي ازاي تتعامل مع الجيت هاب من الانترفيس بتاعه مش بالكوماند لاين. الكوماند لاين هتلاقي فيه شروحات كتير على النت يعني سهله بتشرح ازاي تتعامل مع الكوماند لاين. تمام، فاول حاجه انت هتعمل اكونت على الجيت هاب، تعمل ساين اب، تدخل الايميل بتاعك وتدخل يوزر نيم وباسورد عادي وهيبعتوا لك ايميل للتاكيد. وخلاص تفتح تخش تعمل لوج ان، هتلاقي قدامك حاجه زي كده، بس طبعا مش هتلاقي الايه الحاجات اللي طالعه قدامي انا دي، هقول لك دي جت منين دلوقتي. تمام، طيب انت هتلاقي دي كل ده موجود قدامك، التكوين الرئيسي ده موجود قدامك، بس كل ده هيبقى فاضي ما فيهوش اي حاجه. طيب انت بعد كده مثلا اول حاجه انت مثلا عايز تعمل حاجه تحفظ فيها اكوادك زي ما انا عايز، فهتنشئ حاجه اسمها ريبوزيتوري. هتنشئها ازاي؟ هتقوم معاك جاي على البلاس دي دايس كده، هتلاقي انا عايز انشئ نيو ريبوزيتوري، اهي تنشئ مستودع جديد. المستودع الجديد ده هيبقى ايه؟ اهو على الايه الجيت هاب بتاعي ده. تمام، هتلاقي او هتسميه اسم، فانا هسميه اسم هنا مثلا، انا كان عندي اللي هو ده مثلا، الفولدر ده فيه شوية أكواد كده أنا كنت كاتبها عايز أحطها هنا، فهقوم واخدها كده أهو وهقوم حاطط مسمي الريبوزيتوري دي كده ماشين ليرنينج سبيشاليزيشن واشنطن يونيفرسيتي. طبعا انت لازم اسم الريبوزيتوري ده ما يبقاش فيه سبيسز، يعني لازم يبقى ايه لازق في بعضه. تمام، ديسكريبشن ممكن تضيف ديسكريبشن هنا لو انت عايز، لا خلاص بابليك ده اللي هو زي ما قلت لك انت ممكن تخليه ان هو حد يطلع عليه او لا.
او برايفت لو انت عايز ناس معينه تدي برميشن لناس معينه ان هم اللي هيطلعوا على الريبوزيتوري دي. تمام. بعد كده تقول له هنا برضو انشالايز ذا ريبوزيتوري ويز ريد مي، ده عشان يضيف حاجه اسمها ريد مي فايل. الريد مي فايل ده حاجه بتكتب فيها انت وصف البروجكت بتاعك او الريبوزيتوري بتاعتك، فيها ايه، بتعمل ايه، وكلام من ده. خلاص دوس كرييت ريبوزيتوري. حصل مشكله في النت عندي. تمام، انا كده انشأت الريبوزيتوري خلاص. تمام. بعد كده انا عايز بقى ايه، اضيف فيها اي حاجة. مثلا انا عايز اضيف فايل، عايز اضيف فولدر. طبعا الريدمي فايل هو انشأه ده، اهو هو انشأه زي ما هو، زي ما انت شايف كده، ده باي ديفولت. طبعا انت ممكن بعد كده تفتحه مثلا اهو كده اهو، وتقول له تدوس على القلم ده كده وتعمل ايديت. ماشي. وهنا هتقول له اي حاجة انت عايز تقولها. مثلا هتقول له مثلا ان ده بايثون 3.5 مثلا، اي حاجة، اي كلام انت عايز تقوله، ان ده الاساينمنت بتاعي، ده اي وصف انت عايز توصفه، وتقول ان ده ايه، commit changes. commit ده معناه ان انت ايه، ان هو هيعدل التعديلات اهو. شايف الكلام اللي انا كتبته اتضاف هنا اهو. تمام. عايز بقى اضيف بعد كده، هرجع بقى تاني للريبوزيتوري بتاعتي الاصليه اهي، عايز اضيف فيها انا اكواد اللي انا عملتها قبل كده. هضيفها ازاي؟ هدوس ابلود فايلز. تمام. هتلاقيه عمل لك ده، بيقول لك هنا تشوز يور فايلز، او ممكن تعمل ايه، تعمل دراج اند دروب. فانا هخش اهو، ففي عندي مثلا ايه الفولدر الرسمه ريجريشن ده اهو، جواه ايه، جواه فولدرات كتير اهو. انا عايز اعمل ايه، هقوم جاي واخد الريجريشن ده كده كله، وأقوم واخده سحبه كده ورميه هنا اهو. هيعمل ايه هو بقى اهو، بيبدأ يعمل ايه، يبدأ يحمل الفايلز. تمام. uploading one of 47 فايلز. طبعا ده فايل السي اس في تقيل شوية برضو حسب سرعة النت عندك. هيبدأ يحمل الفايلات قدامك كده زي ما انت شايف، تبدأ الفايلات دي تتحمل ايه عندك الريبوزيتوري. تمام. طيب في حاجة تانية عايز اقولها قبل ما الفايلات دي تتحمل، ان انت لما تيجي تختار اسم اليوزر نيم بتاع بتاعك، حاول تختاره اسم يعني يكون كويس، ما يبقاش نيك نيم يعني كده، ما يبقاش الشبح مثلا ولا بتاع، لا يعني انت ايه تسمي اسم، يفضل الاسم يبقى يعني رسمي شوية، لان دلوقتي الجيت هاب بقى فيه استفادة تانية غير ان هو يعني حافظة للأكواد بتاعتك. زي ما قلت لك انت اولا ممكن تقدمه تكتبه لا يعني غالبا طالما انت شغال في مجال البرمجة يبقى لازم تكتبه في السي في بتاعك عشان خاطر يعني الناس اللي انت بتقدمه على وظيفة عندهم يطلعوا على الأكواد بتاعتك ويشوفوا شغلك. زي ما انا عامله مثلا اسم رسمي كده. ثانيا في ناس دلوقتي بتستخدم ان هو تعمله زي صفحة ليها، زي مثلا دي كده، شايف لو انت بصيت كده هتلاقي ان هي اليكسيس كوك دي واحده من المدرسين بتوع يوديستي، عامله شايف الصفحه دي اهي اسمها ايه، اليكسيس كوك، اليكسيس كوك جيت هاب دوت اي او، ده اللي هو الصفحه بتاعتها. وعامله بقى عليها لينكات للتويتر والفيسبوك واللينكد ان والجيت هاب نفسه بتاعها، اللي هي اللي عليه الاكواد. يعني انت دخلت عليه كده هتلاقي الاكواد بتاعتها موجوده، الريبوزيتوريز بتاعتها اهي، وعامله هي شغل عليها اهي. تمام. وحاطه صورتها، طبعا ممكن تحط صوره ممكن ما تحطش يعني، بس طبعا يفضل ان يبقى تحط صوره رسميه يعني. وهكذا يعني، فيفضل طبعا ان انت تنقي اسم يكون ايه، كويس يعني. تمام. طيب طيب هو لسه بيطول شويه، مش عارف تقريبا الفايلات كبيره حبه وسرعه النت شكلها عندي فيها مشكله. طيب فانا طيب عشان اتخذ الموضوع ده هنعمل ايه، هنخش على الجيت هاب ده، نخش انا على الجيت هاب، هسيب اللي بيحمل ده كده مع نفسه، وانا هخش رجعت للصفحة بتاعتي انا تاني اهي.
فدول الريبوزيتوريز بتاعتي يعني. فانا هخش هنا مثلا، انت دلوقتي عايز بقى تتعامل، عايز تاخد بقى كود. انا علمتك ازاي تحط كود دلوقتي، ازاي بقى تاخد كود من عليه. هتخش على اي ريبوزيتوري من اللي عندي مثلا اهي، دي بتاعت اليوديستي ماشين ليرنينج نانو ديجري، هتلاقي عليها البروجكتس بتاعتي. انا عايز اخد الكود ده اعمل ايه؟ يبقى ببساطه هو ممكن اقول كده واقول له داونلود زيب، خلاص داونلود زيب. داونلود زيب ده بيعمل ايه؟ هينزل لك فايل مضغوط عليه البروجكت كله وكل اللي جواه، تمام. دي الطريقه اللي هي الايه اللي هي بالانترفيس يعني. وممكن اصلا ان انت ما تعملش كده خالص يعني، انت ممكن بدل ما تعمل كده تعمل ايه، تخش اخش عايز اطلع على الاكواد يعني. اخش الكود ده سمارت كاب ده مثلا اهو، ده الايه ده الفولدر اهو، شايف الريدمي بقى ايه بتاع البروجكت المحترم بقى عامل ازاي، يقول لك يعني وصف بقى البروجكت ازاي تعمله انستول، الكود عباره عن ايه يعني، الفايلات اللي جوه الكود ازاي تعمله ران يعني. لو انت عايز تكتب اي وصف يعني، تبص تلاقي مثلا عايز اطلع على الاي بايثون فايل مثلا اللي جوه الكود، فهو اقوم دايس كده، هتبص هتلاقي ايه، راح هو فاتح لك الاي بايثون فايل من غير ما انت تحتاج اديتور ولا اي حاجه، وهتلاقي الفايل موجود ومتنسق، تقدر تقراه وتشوف اللي انت عايزه فيه عادي جدا، خلاص يعني. واي اي لغه برمجه تقدر تفتحها على الاي بايثون وتقراها من عليه عادي جدا، لو اتش تي ام ال عادي. لو مثلا انت هنخش هنا كده هتلاقي الايجنت دوت باي ده مثلا اهو، فايل مكتوب والالوان وكل حاجه كانك فاتحه على اديتور عندك في، ممكن تاخد منه كوبي بيست كده اهو عادي جدا من غير اي مشاكل، تمام. ده كده بالنسبه للجنت. طبعا في طرق تانية ان انت ممكن تستعمل الكوماند لاين، هتلاقي ليها شروحات كتيره. ده انا حبيت اشرح الطريقه الاسهل ازاي انت تتعامل بالانترفيس بتاع الموقع نفسه. طبعا ده بعد ما يتحمل كله هتلاقيه الريبوزيتوري دي بقت موجوده عندي، تمام. واقوم دايس هنا كوميت عشان بس ما اطولش عليك الفيديو، اقوم دايس كوميت، هيقوم يحصل ايه، بقت الكل الفولدر في كل الفايلات دي هتضاف الى الريبوزيتوري عندي، تمام. طبعا يعني ايه، احنا ممكن نخش هنا كده يعني برضو يعني تعمق في الشرح شوية. انت لو جيت دخلت هنا كده على اي ريبوزيتوري هتلاقي في حاجة اسمها كوميتس، دي اللي هي الايه الاضافات اللي انت كل ما هتضيف اضافة بيسميها كوميت، تمام. بعد كده في حاجة اسمها برانش. برانش ده لو انت في كود مثلا عدلته بس انت مش عايز الكود ده ينضاف على الايه على الريبوزيتوري الاصلي دلوقتي، فايه فبتسميه برانش يعني. انا لا في واحد برانش، واحد برانش ده اللي هو ايه، اللي هو ده اللي انا شغال عليه ده دلوقتي، ده انا في كود عمال هو بيتحمل، بس الكود ده انا لسه ما عملتلوش كوميت، فما انضافش على الايه على الماستر برانش اللي هو البرانش الرئيسي، تمام. الكونتريبيوتر ده اللي هم المساهمين اللي هو طبعا مفيش غير انا. في حاجة تانية مثلا لو انت عايز بقى تتابع هنا مثلا، تدوس هنا واتش. واتش ده معناه ان اي تغير هيحصل على الريبوزيتوري دي لو هي مش بتاعتك يعني هيخبرك هو بيها، هتلاقي في الصفحة الرئيسية بتاعتك بيطلع لك كده حاجة. او تدوس ستار، ده معناه ان انت لو انت عايز توصل لها هيبقى توصل لها بطريقة اسهل. في فورك هنا، دي فورك دي معناها ان هو هياخد نسخة من الريبوزيتوري وهيعمل لها ايه وهيضيفها عندك لو انت عايز، لو هي طبعا بس حسب اللايسنس بتاعتها برضو، لو هي اللايسنس بتاعتها مفتوحة. اللي برضو في ايه تاني، في برضو بعض الريبوزيتوريز طبعا اللي هي بتبقى يعني معمولة باحترافية، او بقى بتلاقي معمول لك الويكي، دي الويكي هنا دي بيبقى من لك يعني زي ايه فهرس كده للمواضيع اللي جوه الريبوزيتوري. طبعا الايشوز والبول ريكويست والحاجات دي كلها حاجات اللي هو يعني ليها علاقة بقى بالكود والباجز، ولو انت عايز تبعت مثلا لان في مشكلة بتحصل معاك في الكود فعايز تبعت للناس المساهمين يعني في الريبوزيتوري وكده، تمام. اتمنى كل الناس يعني استفادت من موضوع الجيت هاب ده، عشان ان شاء الله هيكون في شرح كتير عليه، وهيكون برضو هحط اللينك بتاع الجيت هاب بتاعي بعد كده في البروجكتس اللي جاية، فأرجو الناس ان هي تقدر تتعامل مع الجيت هاب بسهولة ما تقابلهاش اي مشاكل ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.